سمعتي هذا الغاشي زقي مش سمع فيه خام دي بيلاتوار. والله ما سمعتك يا ودي خام دي بيلاتوار. لا ايه هذيك تاي قلب على الشعر. اما لا ما تزقيش لوسخ يا سلام تزقي الي موسطاش الي فوحة يا الفايحة يا الخانزة راح يدوشي جارتنا ماشي ليا هذيك هي والله جارتنا. شو غادي يعطوني هنا؟ لا 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 اعطيني اسمك تشوف. مازوني رايان. مازوني واه. نبدو على بركة الله. عندنا طيارة فيها 50 فاليزة نرمى واحدة من الفوق شحال يبقى؟ يبقى 49. المهم كيفاش نحطو فيل في فريجيدار فيه 3 خطوات؟ نحلو الفريجيدار نحطو الفيل نبلعو فريجيدار. كيفاش نحطو زرافة في فريجيدار في 4 خطوات؟ نحلو فريجيدار نقلعو الفيل ندخلو زرافة نبلعو فريجيدار. السبع د الحفلة شكون يحضر فيها؟ كاع الحيوانات ابار زرافة وشراف فريجيدار. مرا باغية تقطع الواد وراها خايفة من التمساح شادي تفوت بلا ما تخاف يلا تمساح راه في الحفلة تاع السبع. المرا ماتت شنو صرالها؟ جا الاجل تاعها. لا لا طاحت عليها الباليزة اللي قصناها من فوق. سويفون راس نفا تري السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم وعليكم السلام. جو تام. احبك. انا نحبك انا نموت عليك عمر. صح الا تحبيني نحبك بصح ما تدريش بيا الهدايا. جلابية راح الغالي راح العين اختي نتبعتك صافي تاع 40 دور درتيها سي نورمال كلشي اللي تيبورتادو يحبش صافي صافي على عمرك. بغات ترجعها حبه سفنجه كبيره مسكوتش نقليه ضاع المقادير في الباطل وعله تقدر مشي مليح وعله. داك ولادها مساكي موسى. ايه بحبك قلت انا كده وربنا بحبك يا بنت. انت تقصد ان انا والمصحف انت ايه بحبك قلت انا كده. ملي تزوجت ما بنج حتى اليوم ياك الله غالب راني مع التربيه راك عارف التربيه تاع التربيه انت عندك غير شهر ملي تزوجت هادي راني نربي في اللي جبتها ما فهمتش والله ما فهمت. ها دروك انت تهود تصلي تطلع لك فوق دارك ها واش يبقى تطلع لك فوق دارك واه تطلع لك فوق دارك تقول لك انطلق ما تزيدنيش انطلقه والله العظيم كي تهودها تبدا تبكي ها تبغيت بزوز ايا انطلق كولي ماشي تجبني لهم الكذب 100,000 كولي تشبعي على روحك. شوفي يما ندبحناكي بالقرداش قطان 3 ملايين شوفي زبيده واش راهي لابسه ديما باللي رجعك كحله يا تبهدي راكي دايرتها في روحك يا زبيده مسخه قلت كولي هذا كيما السيرفيس تاعنا والله ندير اتصل لي واحد على بالك العام اللي فات صوص مين ما يشوفونيش يا يما كاع العرف التليفون حطي له دوك نكسرهولك يما حطي راسك تبعني عقله يما خاصك تنافيكي راجل باش ما نشوفو فيا شوفي زخرتي ما تعرفيش تزخرتي صفرين الباك جبتيه في 9 لما الراجل جيبيه اليوم كيما جبتي الباك شوفي شوفي فيا صوص ما شوفي في هذاك
وليدها بيلوط وحشة حرير قدامها ولي موراها طبيب في زوج نافيكي في زوج خيري وحدة لي تعجب تبعوا معايا السؤال الاول يقول شكون هما اللي ما يدخلوش للنار استاذ الحمايه المدنيه لا واش ما يطفوهاش جوج تبهدل اسكت السؤال الثاني يقول من هو ثاني رئيس في الجزائر حسيبه بن بوعلي قال لك رئيس ماشي رئيسه وشكون رابح درياسه اسكت ثاني رئيس هو ريبو مدين حسيبه بن بوعلي مجاهده حمار مركتها حسيبه بن بوعلي لا حسيبه عمروش كيفاش توصلتوا لليس كيفاش عندي خالي تاكسير هو جابنا مانيش نضحك اللي عندك السؤال يتفضل استاذ 2020 شحال فيها من شهر 12 شهر صح استغل هذا استغل استاذ الكلاب كي تدخل الدار الملائكه تهرب نعم اكيد تما انت دارك ما فيهاش ملائكه عميتها كيفاش سمعني عليا لا مانيش معنيش لا راك سمعني انا كلب قلت لك ما تجبدش الكلاب عايشة بنتي روحي للدار راكي مريضة رفدي صحلك وروحي للدار الداوي قلت لها خرجي كي نديرو هنا مليحة زيد شوية زيد كتر تاني تاك تكح مهم ولدي الكمامة ديرها في زوج ودنين مشي ودن وحدة كنت خال ودني تريح شوية نروح منزل واه ولدي روح للمنزل وما توليش حتى نهار اللي تروح الكورونا ان شاء الله صح استاذة سبقي هو يكح يا كح كح هذاك اللي يدخل غي قابر ويخرج وي البيوضية اشوفي فينا هاكو ستيلو مسطرة وعطوني ديك المسرارة هذاك اللي طايح ما يحلبش في نهاره الاول ويا سيتك لي ستيلو تاعي طاح لي تحت راني اونكو هذاك اللي داخل غي على جال لومبيونس ولادي راني خارج غي هنا وما ديروش الحس يلا نسافر هذاك اللي داخل غير باش يترشق بالاساتذه ولادي اليوم حصه التعارف نبداو بسم الله بهذا كيسموك ولدي دلاعه درباوة اسمك دلاعه راك تزعق عليا واه شغل ما كانت تتوهم على الدلاعه هي ما جابولهاش سماتني دلاعه شحال عندك من عام بعد كانزون هذاك اللي داخل معول على القرايه ماشي واه ولدي معليش تعطينا انت زيكزيرسيس الحمار هل صحيح أن الكسل ينتقل بالوراثة من الأب لأبنائه؟ ينتقل مجربها هذه ينتقل شفت الحالة؟ عندي وليدي مش بي وليدك؟ كسلين شوية تسادي كسل ربها مش كسلين أنا يعني تفهمه كيفاش قلت لي قلت لي المعلومة صحيح؟ لا غلطة هذه غلطة بركة الأصغر أنا غلطة يا اخو معليش سقسي سقسي اين تقع الجزائر الجزائر لا تقع لا ما فهمتنيش هبط يدك وادا راني توسوس لك يا اخو الجزائر شوف انت ما تفهمش عن بالي الجزائر لا تقع
جزائر تميل وما تطيحش بوان في النهار صعب لا علاقة بالجغرافيا. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم.